اهلا فيك وفيك فيديو جديد اليوم. كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ اليوم رح نلعب تحدي 2-2. الفكره من هذا الفيديو انه رح يعطونا شعار شركه عالميه، لوجو لشركه عالميه، بس رح يعطونا منه نسختين، النسخه الحقيقيه اللي بنشوفها كل يوم بحياتنا اليوميه ونسخه ثانيه معدله شوي. نحن لازم نعرف اي النسخه الحقيقيه، مع انه احيانا بيكون التعديل او الفرق بيناتهم كثير بسيط. خلينا نشوف مين شديد الملاحظه ومين الفريق اللي رح يربح. هذا لحظه، طب انت شريكي؟ لا على طول ها، انا عن نفسي مالي موافق اكون شريكك مبدئيا. لحظه شوي، مين قال لك انه انا موافق؟ انت قلت انت شو بدك؟ شو بدك اللي بيطلع له؟ اللي بيطلع له بده اياه بنقي. لا يا سيدي، لك روح لك نقي انت. موافق. يلا. هاي شو مريانا؟ طب انجد كسر لي ايدي. خلص انا مريانا. تمام، هي انت جيت وخليناك تنقي اللي بدك اياه. لسه في عندك حجه؟ لا خلص حنبلش. انا اكيد رح حنبلش. بيسان خطر عم ترجعها بليز. اباكي لا تخلص. شو هي؟ عم بفكر شو بدك تشتغل بالسيارة. ما بدك شي من اللي انا خلص. نحن ربحانين من هلا. انا برايي بيسان مالك عند التحدي قدام الناس. اللي بيخسر بيقول للثاني معلمي لمده تصوير اسبوعين بكافن ابل. كل فيديو يا سيدي. مو بس موافق، ركزوا. جديد بيسان تيكت يقول معلمي لعمر الكيلاني لمده. فزت شي؟ يلا 3-2-1. تمام هيك اجوبتكم؟ ايه. كفو. عمر اجابتك غلط. هي يعني هي حرف الميم. لسه بعدين بتقلي مع 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 الميم. حرف الميم. شو الفرق؟ دقيقة. مالنا فيهم نحن برو. عمر بيشرب سريلاك لهلا، بيعرف بهي. يلا انا وانت حقينا. بس شو الاختلاف؟ طب اللي بيطلع الاختلاف فتحة صفوف. عم تلعب سبع حوارق. النتيجة حتصير واحدات. تمام بسيط. نحن قررنا نسمي حالنا نحن فريق الابيض. مين ابيض؟ اوكي حلو الابيض. تمام نحن اسمعوا فريق المطار. ليش؟ لانه بالمطار بيكون في واحد بواقف عم ساوي هيك يمين يسار. عرفتوا هذا الدور الطيارة؟ انت اكده؟ ارفعوا. لا سنة. هن رفعوا انتو؟ يلا. اثنيناتكم غلط. تمام. قلت لك. ما بتصنع مني من اول ما بلشنا. يمين. تمام، عن جد اسف، والله انا عم خسر لبيسان. بشرفي نقطتين صرت مروح. يلا بعدين. يلا. نفس الشيء كمان. ليش اثنيناتكم غلط كمان؟ عن جد بتحكي؟ انا ثالث مره بخسر لبيسان، هلا رح صير شد معها، هلا هي بتبلش تغلط. ما فهمت دي شو؟ الفرق الخط. تمام. طويل. تمام. جواب وسام صح. يا. واثنين واحد. بلا عندنا مطربان بالبيت. مطربان كنت مو صيني. بجوز اختك شايله الكرتون عم تشق الورقه. ايوه. نتيجه 2-1 لفريق المطار. اوه لا تقولي له شو. يلا واضحه وسهله. 2 صح. 2 غلط. 2-2 صح. نفسها يا الله. لا. جازم صح. نحن صح ربحنا. يا شو مين؟ نكده. يلا وسام صح. اوه ديبك يعني ديبك. لا وسام ما حتقول وسام. قول بيسام. وسام. لك بالعكس، لك لما بنفوز بتقول بيسان صح، لما بنخسر بتقول وسام غلط. بدي احكي شيء. تدرب تقول له معلمي. اوكي انا شاركت معك. ليك قول مع. قول مع. ايه انطق. انا شو النتيجة حكم؟ نتيجة 4-2 لوسام. لك يا عيني لبيسان لفريق وسام قصدك. خالد فريق المطار. لحظة انت معلمي ولا شاعر؟ بس خذ هاي المخلوقة مش شيء صح. اوكي. واضحة كثير واضحة. اثنيناتكم صح. لا كثير صعبة يا الله كثير. بس انا عرفتها. لا يا وسام. عفوا انت كنت تختاري هيك انت. انا عارفة انا شو عملت. وسام غلط. قلت لك ولداني بالبورش برو. النتيجة 5-4 لفريق بيسان. اوكي مطار مطار. هلا فريق البيض قديش؟ البيض قديش نتيجته؟ يا بيض اشقد عليا.
بعرف هاي الماركة. ماركة؟ ليك ماركة دواعي هاي مايكروسوفت. بس بطلعاتها كتير حلوة. بالجست وسامع بيت. لا تتنمر أنا ما بعرفها. بعرضك ولا مرة شفت سيارة ماشي بشارع. أكل صينية. لا تتنمر يا كلب. لازم تتنمر هي متنمر هي معلومة لازم تكون موجودة. بس ما شفت العلامة هي أنا عارفانها مايكروسوفت سمعني. كانوا الموجودين. كانوا الموجودين. الحديث طرفين سؤال جواب. وفي عمر بيكون واقف بتقول شلش 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 يا اخي انت معلمي بس اسكت بس اسكت يا اخي انا هاي خطه تكنيك استراتيجي لك عادي يعني لا تزعلي مريانة لانه وسام قضى حياته بمايكروسوفت فوسام صح فريق المطار عم تحكي صح والله توخ اخر لحظه فكرتها غلط شكيت صرت طلع بالهنا بالهنا إذا شريكتي مايكروسوفت ما بتعرف بروح إذا مايكروسوفت ما بتعرف شريكتي أنت بالذات بتسكت وتدرب على كلمة معلمي أوه يا برو النتيجة 7-5 شد حيلك برو شد مزحت الله يلعن وجهك كان حيقلي معلمتي كان حيقلي معلمتي ليش ليش هي هدفها مو تربح هدفها تقل معلمتي بس ستاربكس لعبتي جاهزين؟ سامحني خلاص اثنيناتكم غلط والله انا ما كان بدي هيك يا كلب انا شو حكيت المفطومة عن ستاربكس انت يعني شو متاكد ما احنا نلعب لحالي صح صح شو هاي مره مين انا حياتي كلها في السعوديه ترى استنى شوي هلا ما انا اهل السعوديه احنا جاهزين حكم احنا ما بنحكي كثير مريانا اهل السعوديه هلا انا بقولكم من هلا وسام اتوقع حيقول صح وانا متاكد انه طيب يلا نرفع ارفعوا دقيقه شوي وين كنت عايشة؟ أنا قلت أهل السعودية ما حفشلكم يلا وصاحب شركة مراعي إن شاء الله حتعطيني طرد فشلتيهم ترى حيطلب مني إعلان تفرجوا أنا برأيي إنه تعتذري منه من السعودية ومن لا كذاب كذاب الجواب يمين أصلا المراعي مو طيبة رح يعطيكي طرد والله يا عظيم بس من السعودية مين بدك تقرر؟ اوكي انا حقرر انا حقرر يلا وسام يلا يعني حجاوب بسبب منطقي دائما فايزين فايزين معلش منطقي شو؟ لا يسار اوكي نحن جاهزين حقكم اكيد يسار 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 اكيد عندي يلا جاهزين جاهزين ايه لكن مبينة يعني اكيد صح لا واحدة من اثنين وثقوا ببعض اكيد صح اكيد صح اكيد انا مو واثقة شو ياهو؟ ايش لازم انا اسأل سؤال سؤال شو الياهو؟ شو الياهو؟ ما تعرف شو الياهو؟ ما بعرف الياهو زبدة نوع انواع الزبدة اثنيناتهم صح يلا مريانا العب لحالك بس نتيجة حقا النتيجة قديش نتيجة عمر؟ تعود محل تعود خلاص 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 بعجبة اوه بس انا هواوي من صغري صاحب هواوي حيطلب مني اعلان يا جماعة الخير اذا حدا عنده شيء بيعمل له اعلان دبروا له اعلان حرام اقسم بالله من اول شو اسمه صاحب هذا هلا حيبعث لي هلا ما فتحت عنا صاحب مراعي سكر بعد ما عرف انه الناس ما بتعرف الشعار تبعه هواوي اعطيني تليفونات بس انا متردد ايميلي mariana.business.com بتلاقوه بالوصف على فكره يعني ولا شركه حتصير تتعامل معك اوكي مش انا نزلت الفني يا جماعه باي باي يمين لانك كثير فختين صدقينك بي 40 لايت هذا الايميل تبعك لا هذا التليفون الهواوي اللي بده يوصلني ان شاء الله حتتصور بسرعة على الانستغرام هيك له اربع كاميرات هيك بالطول معلم هيك على ما اظن هذا هو اصلا ابل احلى مريانا هدول بتعرفيهم؟ ايه ايه هيك هي شركة رياضية حياخدوكي سبونسر؟ ايه 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 يلا شوف عمر هيك بده عمر صارت تخاف مغير ولا لا؟ فيكم تغيروا اكيد ايه اكيد يعني اوكي انا معك اكيد خسارتك وبنجاحك كفو عليك يلا وسام صح أنا معك على الحلوة والمرة وسام صح ومين على أبو المرة مريان لا تعمل هيك شعرك رجعي على النص هيك والله شوفي يعني ما حدا له عندك كيف اللي بدك تعملي شو قال ما حدا له عندك شو بدك تعملي صح احكي أنت احكي لي يا بابا عملك إنه ما حدا له عندك كيف بدك تاخذ لها شعر على اليمين تاخذ لها شعر على اليسار برافو اصيل احلقي لها اياها عادي فريق يلا يمين ولا يسار يلا يلا نرفع بلاك بيري يلا 3-2-1 اسمعوا اثنيناتكم فيكم تقرروا لحظه شوي اخي انا بدي يلا بعد اذنك بيسان يعني
لا لا, لا انت كثير طفل لا انت كثير طفل لا 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 انه شو انا بنقل بروح بنقل وراي اذا هيك بضل نتيجه الفرق بيناتنا طول العمر دقيقه شوي ما هذا يا اخي طيب يلا ها بس اي شيء غير يلا يلا اي شيء نظام غلط اي معلش انا عارف بس البورج جبته والفراري حجيبه انا البورج ان شاء الله ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله عن جد ان شاء الله يعني مركوب الهنا مركوب الهنا ان شاء الله خلاص لا 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 اقتنعوا ببعض يلا تعادل هاي جبناها تعادل نحن مسك كفو عمر مبسوط مؤسسة تفاهم جاهز يلا ارفع ارفع صحيح بيناتكم صح الأخيرة هلا مو أنا لعبتي سيارة تعادل حاسمة هلا هاي الحاسمة بلكي بلكي اثنين عرفناها ايه من مادة في واحدة ثانية معي أنا حاطط احتياط يلا يلا ارفعوا يلا سامش ما انا جاهزين ما انا جاهزين ما في اخاب بتروح النقطه فتحت الانستغرام روح النقطه فتحت شافته انا كنت مقررته صح انا بعرف والله كنت مقررته صح ليش فتحتي هو وسوس لي الشيطان الرجيم انا ما شفت انا ما شفت نحن جاهزين وانا جاهزه مريان صح انا صح مش انت هيك مش انت هيك حتى لو هي صح ما تعملي هيك هلا شوف انت برو استعرض خلاص خلاص الفريق اللي فاز فريق المطار لا ورجيني رينو رينو على اساس رفيقه بالصف السادس رينو لحظه اول شيء لا شغلتين هلا هي تبع معلمي ما عرفت مهمه كثير بالنسبه لي لا بقى تكوني متردده لما بتاخذي قرار وبتفوتي والله لا بقى تصير اقسم بالله رفعنا اخر شيء قرار رفعنا نغري مريانا صح على طول تتردد تتردد اصدقائي تتردد بهد انسان كامل بهد مستقبل كامل اثنين شغله اثنين انا شو بقول لك احكي ما معلمي لو ما كنت خلص الفيديو تبع اليوم شكرا كثير لمتابعتكم اصدقائي بس سؤال نشوفكم بفيديو جديد قريبا ما انت صانع ما بحلك تحكي بس مع مين بتحكوا نشوفكم بفيديو جديد قريبا ان شاء الله اصدقائي احبك يلا ما نكمل الشاي يلا